فكان يعني هذا الحالة من الهروب، انه هربنا بالباص من مكان لمكان، نمنا بالباص بباص صغير ايه، نمنا ليالي. وين؟ خارج بيروت؟ ما بعرف ايه، خارج بيروت. بس كان يعني ما كنت عم بعرف شو عم بيصير لانه كنت صغيرة. قد ايه كان عمرك؟ ما بعرف يعني 5 6، لا يعني ما عندي اي، ما عندي احساس بالوقت بهداك الوقت يعني ما بتذكر. يعني عشتي بالفلا بالهيك بالفلا بالطبيعه بال... وصل ابوي على مكان على ارض وقالوا انه قال لهم انا ما عندي مكان روح عليه ومعي هالاطفال شو بدي اعمل، فقالوا له فيك تعمر بيت. فابوي بالخشب عمر بيت وقعدنا بهذا البيت اللي عمره ابوي طبعا بلا سقف يعني لفتره، بعدين حطينا زينكو وتنك وعشنا بهذا البيت. انا عشت لل 25 سنه ببيت تنك وما كنت عم بعرف شو هذا كيف يعني. بعدين كان وسعه البيت قد ايه؟ كان مساحته كان بيتنا غرفتين ومطبخ ودار صغيره، امي تجلي الجليات برا وما كان عندنا حمام بوقتها. وين كان الحمام؟ طبيعه كانت هي، طبيعه كانت هي الحمام. قديش هذا جميل بوقتها كان، كان يوجع عليك او كان عم تقولي قديش كان جميل؟ ايه بوقتها لما عملنا حمام، احنا عملنا حفله. شو حمام ما بحياتنا. انا اذكر لما شفت البلاط كان عندي صدمه لانه احنا بيتنا بطون الارض، ايه شو بلاط يعني؟ هذا اشي يعني لا يعقل بالنسبه لنا. طبعا انا بلشت ادخل الجامعه اللبنانيه، دخلت مسرح بهيدا البيت. بهيدا البيت نعم. تجي تتعلمي بالجامعة اللبنانية، كان في تناقض يعني أنا أروح على الجامعة اللبنانية بأنه أنا البنت طلعت الأولى بامتحان الدخول فايتي على عالم جديد، لكن أنا جدا حاملة ذاكرة تقيلة، حاملة ذاكرة أهلي، حاملة أشياء معي كتير قديمة بداخلي. ليه رحتي على الفن؟